انطلقت صباح اليوم أعمال المنتدى النيابي الاقتصادي الأول تحت عنوان فعالية العمل التشريعي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني تحت رعاية معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب وبمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين من مختلف القطاعات الاقتصادية. وكان في مقدمة الحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات والزوار وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي النواب والشورى ونخبة من المختصين في الشأن المالي والاقتصادي وقطاع الأعمال بالمملكة. وبدأ المنتدى بكلمة لمعالي رئيس المجلس أكدت فيها على التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى في دعم وتطوير المجال الاقتصادي والمالي في مملكة البحرين والسعي المتواصل لأن تكون كل المشاريع والتشريعات وإجراءات وأعمال المجلس النيابي تصب في صالح الوطن ليرى المواطن نفعها وفائدتها. وأشارت زينل في كلمتها إلى حرص مجلس النواب على تفعيل دوره التشريعي والرقابي في قضايا ومواضيع كثيرة وملفات ومشاريع عديدة، من أبرزها تفعيل الدور البرلماني لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون المثمر مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، بجانب تكامل الجهود وتنسيق العمل مع مجلس الشورى برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح. بعدها بدأت جلسات نقاشية للمنتدى التي جاءت بأربعة محاور رئيسية تضمنت المحور الأول السلطة التشريعية وتعزيز مستوى معيشة المواطن البحريني، والتي تحدث فيها سعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. وفي المحور الثاني تحدث سعادة النائب علي إسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب حول السلطة التشريعية والميزانية العامة، التوازن بين دمج النفقات والأولويات المجتمعية. وخلال المحور الثالث الذي قدمه سعادة السيد حمد المالكي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني حول السلطة التشريعية وبرامج التوازن المالي، بعدها انتقل المنتدى لمناقشة المحور الرابع الذي قدمته السيدة سونيا جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين حول السلطة التشريعية وتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني. ممثلون عن الجهات الحكومية والمنتمون للسلطة التشريعية بشقيها النواب والشورى، وإلى جانبهم عدد من المنخرطين في أعمال مؤسسات القطاع الخاص والمختصين من متنوع القطاعات التجارية، ضمهم سقف المنتدى النيابي الاقتصادي الأول الذي كشف عن عنوانه الواسع فاعلية العمل التشريعي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني، لتجتمع آراؤهم على ضرورة إيجاد جمل من التفاهمات المجتمعية تفضي إلى إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز التحديات الاقتصادية المتعددة حتى يتسنى التوجه بثبات نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030. سعيد بهذه الدعوة من معالي رئيسة مجلس النواب. مثل هذه المنتديات فرصة للسلطة التشريعية، فرصة للحكومة، فرصة للقطاع التجاري. استمعنا لعدد من الأوراق اللي فعلا فيها الكثير من الإضافة، فرصة أن الكل يستمع للآخر. اختيار الموضوع ودور السلطة التشريعية في دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني جدا مهم. اليوم الاقتصاد دائما يعتمد على تشريعات محفزة، المستثمر يبحث عن تشريعات تشجعه على هذا الاستثمار، تعطيه شيء من الطمأنينة. فلله الحمد أعتقد البحرين قادرة على استقطاب الكثير من الاستثمارات، البحرين قادرة على سن كثير من التشريعات اللي تدعم اقتصادنا الوطني. فأكرر شكري وتقديري لمجلس النواب على هذه الدعوة، ومثل ما قلت فرصة لنا جميعا أن الكل يستمع للآخر. فهمهم للأمور الاقتصادية وبعد نظرهم بالنسبة إلى معالجة الأمور الاقتصادية وتفهمهم
للمراحل المختلفة اللي الاقتصاد عادة ما يمر فيه، وتعاونهم مع السلطة التنفيذية، التعاون المبني على الفهم العميق، هذا مما يساعد على التحفيز دور السلطة التشريعية في المجال الاقتصادي. دور كبير حق مجلس البرلمان في تنمية الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص تحديدا من خلال طبعا التشريعات وتقديم الاقتراحات برغبة اللي من شأنها تساهم في تحسين الوضع العام وتحسين مستوى المعيشة، وأيضا في تمرير الاتفاقيات الدولية اللي البحرين طبعا عضو في الأمم المتحدة، وفي كثير من الأمور التي تجينا من كاتفاقيات ونمرها عن طريق المجلس. توحيد التوجهات بين جميع الجهات المساهمة في بناء عالم رحب من المال والأعمال، عالم يعترف بالتوازنات المالية كركيزة أساسية تأخذ بيد التطلعات نحو تسارع الحراك التنموي وديمومته، وحتى الإبقاء على وتيرة منتظمة تسير في اتجاه موازن ترتقي من خلالها مستوى الخدمات الحكومية في إطار يعود بالنفع التام على المواطن البحريني بالدرجة الأولى. بادرة جدا طيبة لطرح الأفكار وطرح المعوقات اللي تعيق الشارع التجاري والاقتصاد الوطني، فأكيد بلا شك أن هذه المنظومة هذه اللي مع المجلس التشريعي راح تخدم يعني الاقتصاد الوطني بشكل كبير، لأن طبعا احنا ما نقدر نشتغل من غير قوانين ومن غير تعديل في 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 هذه الأمور. برنامج عمل الحكومة كان معتمد بشكل كبير على البند الاقتصادي وتطويره ومواكبة التطورات اللي حولنا اقليميا، فلذلك احنا في مجلس الشورى ومجلس النواب يعني حريصين كل الحرص على تطوير القوانين اللي موجودة، لان هذه القوانين كانت قوانين قديمة ما لها وتيرة يعني التطور الحالي في القوانين التجارية. اليوم في تجارة إلكترونية، اليوم في تجارة رقمية، في كثير من الأمور اللي البحرين تحتاج تعالجها تشريعيا لأن فيها بعض الفراغ. أربعة محاور رئيسية تناقلت في بيئات السلطة التشريعية وبرنامج التوازن المالي: السلطة التشريعية والميزانية العامة، السلطة التشريعية ودورها في تعزيز مستوى معيشة المواطن البحريني لتستقر في محيط السلطة التشريعية وتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني. في حجم السلطة التشريعية ثقل تعيه ركائز الدولة الحديثة، وفي مكنون أدواتها يسطع بريق جوهر يشع بنوره ليمهد الطريق أمام وجهات الاقتصاد المختلفة بثقة وأمان بالغين، فهو من يستند على سلطة لا تهدأ في الخروج بتشريعات تجارية مرنة وعصرية تختصر المسافة عليه نحو تنمية شاملة لا تشوبها شائبة. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.